خش يا جماعه خش يا جماعه. احنا دلوقتي موجودين في منطقه تل العالي في نطاق حي سيدنا جابر. طبعا زي ما احنا شايفين كده شكل المنطقه وشكل البيوت لا تسر العدو ولا حد. والمنطقه دي عمرها يعني عشرات السنوات ومنطقه يعني عشوائيه ذات طبيعه خاصه. وفي عندنا مشروع والمشروع ده خاص باعاده بناء منطقه تل العالي مره ثانيه. انت شفت شكل البيوت اللي هنعملها عامله ازاي هنا؟ ربنا يبقى لك لو عايش الحي باشا اكتر معانا بحاجه ولا رجاله. ساعدونا يا جماعه بس يعني مش ينفعش الناس تبقى معقوله مش معقوله اللي قاعد في اوضه نطلع بخمس شقق ما ينفعش. لا طيب. انا ليا اوضه ليا سكن ما تكلمش عليك انت. أيوة بشكل عام ايوه.